بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. متن كشف الشبهات لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. الدرس الرابع. العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. نعم. لا شك أن الموحد الذي عقيدته سليمة وفطرته باقية لم تغير لا شك أنه يغلب أهل الضلال، ولو لم يكن عالما، لو كان عاميا لم يتعلم بموجب الفطرة التي فطره الله عليها فإنه يغلب علماء الضلال. العامي الموحد يغلب العالم من أهل الضلال، فكيف بالعالم من الموحدين؟ العالم من الموحدين بلا شك أنه يغلب الآلاف من أهل الضلال. إذا كان العامي الذي لم يتعلم يغلب فالعالم من باب أولى، فهذا مما يؤيد الله به الحق وينصر به الحق. ويروى في هذا قصة أن رجلا قال لعامي من أهل التوحيد: الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فيستدل الضال بهذه الآية على أن الأولياء ينفعون ويضرون، لأن الله قال: أحياء عند ربهم يرزقون، فهذا يدل على أن الولي ينفع ويضر وهو ميت. فقال له العامي: هل الله قال يرزقون ولا قال يرزقون؟ قال: لا، يرزقون. قال: إذن الذي يرزقهم هو الله، وأنا أطلب من الله ما أطلب من الميت. فخصمه بهذا، خصمه من نفس الآية التي استدل بها، لأن الله ما قال يرزقون وإنما قال يرزقون، فدل على أنهم فقراء محتاجون، كيف يطلب منهم الرزق وهم يرزقون؟ فهذا من الأمثلة على أن العامي يغلب علماء الضلال. فما بالكم بالعلماء، علماء التوحيد، لأن معهم حجج وبينات من القرآن والسنة، فلا يستطيع أهل الضلال أنهم يلبسون على الناس مع وجود العلماء، وهذا شيء واضح ولله الحمد. ولكن من المعلوم أن علماء الضلال عندهم فصاحة، عندهم بلاغة، وعندهم حجج مزيفة، لكن إذا جاء الحق زهق الباطل ويذهب الزيف. نعم. لكن هذا مما يوجب على الإنسان، ما هو معنى إذا قلنا إن العامي يغلب أهل الضلال إن الإنسان يترك التعلم، بل عليه أنه يتعلم، لأنه سيقابل أناسا معهم شبهات ومعهم فصاحة وقوة في الظاهر، لا بد يكون عنده علم من أجل أنه يخصمهم ويفلجهم بالدليل والحجة الواضحة. نعم. كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وجند الله هم أهل التوحيد وأهل الإيمان، كما في الآية الأخرى، كما في الآية الأخرى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي هذه الآية: وإن جندنا لهم الغالبون. وجند الله هم حزب الله وهم أهل الإيمان. نعم. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإن جندنا لهم الغالبون، يغلبون بالحجة ويغلبون بالسيف أيضا،
كما أنهم ينتصرون على الكفار في القتال لأن الله معهم، فكذلك ينتصرون على أهل الباطل بالحجة عند المناظرة والمجادلة. وهذا شيء معروف، هذا شيء معروف. وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية مع الباطل بالحجة عند المناظرة والمجادلة، وهذا شيء معروف، هذا شيء معروف. وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية مع أهل الباطل، مواقفه الكثيرة مع أهل الباطل، في كل مرة ينتصر عليهم ويهزمهم بالحجة. وكذلك غيره من الأئمة، غيره من الأئمة، أئمة العقيدة وأئمة السنة، إذا تقابلوا مع أهل الباطل فإنهم ينتصرون عليهم، لأن أهل الباطل ما معهم حجج إلا شبهات، وهؤلاء معهم حجج وبراهين. والله جل وعلا يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فيقول جل وعلا: فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن هذا يحتاج منك أنك تتعلم التوحيد، تتعلم الأدلة والحجج، من أجل أن تقوم بهذا العمل، وهو مناظرة أهل الباطل، مخاصمة أهل الباطل. نعم. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الخوف على الموحد الذي لا يتعلم، ليس معه سلاح من العلم، هذا يخاف عليه أنه إذا قابل أهل الباطل ينتصرون عليه، لأن ما يقدر يدفع ما عندهم. هذا مما يؤكد على المسلم أنه يحرص على أن يتعلم عقيدته ودينه، علشان ما يقف أحد أمامه من أهل الباطل وأهل الضلال. نعم. لأن الشبهات ما تدفع إلا بالعلم، العلم الصحيح. نعم. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم، معنى سلاح وهو كتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسوله، فعلينا أن نتعلم القرآن والحجج التي في القرآن التي رد الله بها على المشركين وعلى أعداء الرسل، نتعلم القرآن تفسيره حتى يكون معنا سلاح، معنا أعظم السلاح وهو القرآن، معنا أعظم السلاح وهو القرآن. ما يكفي أنك تحفظ القرآن وتجوده ويصير عندك معرفة بمخارج الحروف والتجويد والغنة والمدود، هذا لا بأس، طيب، لكن ماذا؟ ما يكفي، لازم تفقه في معانيه، تفسير القرآن والمطلوب من الآية، لازم تعرف هذا. أما مجرد الحفظ من غير فهم ومن غير تفسير، هذا ما يكفي، هذا السلاح العظيم القرآن. قال الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لكن هذا يحتاج أن تفهم القرآن على الوجه الصحيح، بأن تراجع التفاسير الصحيحة المعروفة عن السلف، من أجل أن تعرف الحجج التي في القرآن والبينات والبراهين التي في القرآن. نعم. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيان هو تبيان لكل شيء، لكن ما يعرف التبيان اللي فيه إلا بالتعلم. كل هذه أوصاف القرآن تبيانا لكل شيء، وهدى، هدى من الضلال، ورحمة، وبشرى للمسلمين، كل هذه في القرآن للمسلمين. أما غير المسلمين فإنه كما قال الله جل وعلا:
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا من؟ إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. فالقرآن إنما ينفع أهل الإيمان، أما أهل الضلال وأهل الكفر فإنه يزيدهم شرا لأنهم يكفرون به ويتشككون فيه فيزيدهم ذلك شرا. نعم. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. ما في شك أنه ما يأتي صاحب باطل بشبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها، لكن لابد من فهم القرآن، تفسير القرآن التفسير الصحيح، ولا هذا موجود في القرآن لكن ما كل يفهمه ولكن يعرفه إلا بالتعلم والحرص والتدبر بالقرآن. نعم. قد يكون الإنسان حافظ من القرآن أو حافظ من القراءات العشر مثلا لكن ما عنده علم ولا يعرف معاني الآيات ولا ما فيه من الأدلة، مجرد تلاوة فقط وصوت هذا ما يكفي. نعم. كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. ولا يأتونك بمثل، ما يردون عليك شبهة وحجة، ما يرد عليك أهل الباطل حجة وشبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، هذا كله في القرآن. القرآن فيه الرد على أهل الباطل، لكن يحتاج منا إلى تدبر وإلى تفهم ومعرفة لمعانيه حتى نستطيع أن نقاوم به أهل الباطل. نعم. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم. قال بعض المفسرين هذه الآية ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا عامة في كل ما يأتي به أهل الباطل من الشبه والضلالات فإن القرآن يبطلها، لكن متى؟ إذا فهمته وتدبرته استطعت أن ترد به على أهل الباطل. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. نعم. الآن دخل في الموضوع اللي سبق كله مقدمة، الآن دخل في الموضوع اللي هو كشف الشبهات. يقول إن القرآن كفيل، القرآن كفيل في بيان الرد على أهل الباطل. وأنا أذكر لك نماذج وردت على المؤلف رحمه الله من أهل الباطل في وقته، ووجد جوابها في القرآن، وجوابها هو هذه الرسالة المسجلة. نعم. لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين. نعم. جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل، جواب مجمل وجواب مفصل. انتبهوا للمجمل والمفصل. نعم. مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، هذا الجواب المجمل. الله جل وعلا أخبر أن القرآن على قسمين، آيات محكمات وآيات متشابهات. ما معنى المحكمات؟ المحكمات هي الآيات الواضحة التي لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها، هي واضحة من نفسها، واضحة من نفسها. وهناك آيات متشابهات ما يظهر معناها إلا بردها إلى الآيات الأخرى التي تفسرها، التي تفسرها، هي ما يظهر معناها في نفسها، تحتاج إلى الآيات المحكمات التي تفسرها. فمثلا الناسخ والمنسوخ، قد تأتي آية منسوخة فيأخذها المبطل يحتج بها وهي منسوخة، والمنسوخ لا يحتج به. مثلا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يقول لك هذه الآية تدل على أن عدة المتوفى عنها سنة، هذا من القرآن. يقول هذه آية من القرآن، هذه آية من القرآن تدل على أن المتوفى عنها يلزمها أن تعتد سنة كاملة 12 شهر. يقول لا، الآية دي منسوخة بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. فالآية الأولى ناسخة للآية الثانية، ولا يجوز العمل بالمنسوخ، بل يجب العمل بالناسخ. فمن يعمل بالمنسوخ هذا من أهل الضلال وأهل الزيغ. وكذلك المطلق والمقيد، هذا في القرآن مطلق ومقيد، آيات مطلقة وفيها آيات مقيدة، نحمل المطلق على المقيد. يجي صاحب الضلال ويأخذ المطلق ويحتج به ويترك المقيد، مثل فتحرير رقبة جاء كذا، تحرير رقبة في الآية الأخرى تحرير رقبة مؤمنة ولا لا؟ فنحمل المطلق على المقيد، نقول الرقبة الكافرة ما يجوز اعتاقها ولا يجزي في الكفارة، لا بد أن تكون الرقبة المعتقة الكفارة مؤمنة من الآية الأخرى. تربط آية مع آية، ولا تأخذ الآية المطلقة وتترك المقيدة. أهل الباطل يأخذون المطلق ويتركون القيد. كذلك المجمل والمفصل، القرآن فيه آيات مجملة وفيه آيات مفصلة، فنحمل المجمل على المفصل. صاحب الباطل يأخذ المجمل ويترك المفصل لأجل الزيغ والضلال. فهذه أمور لا بد ما يعرفها إلا أهل العلم، ما يعرفها المبتدئ أو العامي، أو ما يعرفها إلا الراسخون في العلم. الراسخون في العلم هم اللي يعرفون، يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون المتشابه بالمحكم فيزول الإشكال. أما أهل الزيغ فيأخذون المتشابه، يأخذون المتشابه. مثلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي تدل على أن من عصى الله كفر وأنه مخلد في النار، هذه أخذ بها الخوارج، كفروا عصاة المؤمنين. إن الله يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم
خالدين فيها أبدا. هناك آية تفسرها أي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا المراد بها الكفر والشرك، ليس كل معصية، وإنما معصية الكفر الأكبر والشرك الأكبر، بدليل الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونحن أمرنا بالعمل بالقرآن كله، ما نأخذ بعضه ونترك البعض الآخر. أما أهل الضلال يأخذون طرف ويتركون الطرف الآخر، فهذا من الاستدلال بالمتشابه. الاستدلال بأن العاصي كافر هذا من الاستدلال بالمتشابه. أما الاستدلال بأن الله لا يغفر به، لا يغفر أن يشرك به، هذا من الاستدلال بالمحكم. وهذه طريقة الراسخين، الراسخين في العلم، انتبهوا. فالقرآن محكم ومتشابه، فيه محكم وفيه متشابه. الراسخون في العلم يجمعون بين المحكم والمتشابه. أهل الزيغ يأخذون المتشابه فقط ويتركون المحكم لأجل التلبيس على الناس، ويقولون نحن نستدل بالقرآن. نقول كذبتم، لم تستدلوا بالقرآن. القرآن ما هو بتأخذ المتشابه، الاستدلال بالقرآن أن ترجع المتشابه إلى المحكم، هذا الاستدلال بالقرآن. أما إذا أخذت آية متشابهة تقول أنا استدللت بالقرآن، نقول أنت كذاب، ما هو بهذا القرآن الذي يحتج به وحده، لا بد من ضمه إلى الآية الأخرى. فالقرآن فيه محكم ومتشابه. والناس انقسموا إلى قسمين، أهل زيغ وأهل رسوخ في العلم. أهل الزيغ يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، وأما أهل الرسوخ في العلم فيأخذون بالاثنين، يردون المتشابه إلى المحكم ويعملون به، ويقولون كل من عند ربنا. المحكم والمتشابه كله كلام الله جل وعلا، يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. هذه طريقة عظيمة. وهذا الجواب المجمل اللي قال الشيخ رحمه الله، جواب مجمل. فأنت إذا قابلت أهل شبهات تقول لهم أنتم معكم شبهات، ما معكم حجج، لابد نردها إلى المحكم من القرآن علشان يتضح الأمر. نعم. أما المجمل فهو الأمر العظيم. لا شك أنه أمر عظيم، أمر عظيم، مسألة المحكم والمتشابه. نعم. والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هن أم الكتاب، هن الأصل، هن الأصل الذي يرد إليه، يرد إليه الأم. الأم هو الذي يرد إليه الشيء، يرد إليه الشيء الآخر. نعم. وأخر متشابهات، آيات أخر متشابهات تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تفسير، ولا يجوز الاستدلال بها وحدها، ما يجوز الاستدلال بها وحدها، بل لا بد من ضمها إلى المحكم. نعم. حتى يفسرها ويوضحها. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، علشان يلبسون على الناس، يقولون نحن استدللنا بآية من القرآن. نقول الاستدلال ما تم، هذا استدلال ناقص، هذا استدلال أشل. الاستدلال التام أنك ترد المتشابه إلى المحكم، تجمع بينهما، يتضح الحق، ما
مثل ما ضربنا لكم المثال بقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قالوا هذا يدل على أن العاصي كافر، ولذلك كفروا المسلمين، الخوارج كفروا المسلمين والعياذ بالله بمجرد المعاصي، كل من عصى عندهم فهو كافر. بدليل الآية ذي نقول لا، الآية ذي متشابهة، نردها للمحكم وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن المراد بالآية الشرك أو الكفر مو بكل عاصي. كذلك المرجئة أخذوا آيات الوعد وقالوا الأعمال ما هي بلازمة، الإنسان إذا كان فيه إيمان بقلبه، إذا صار يؤمن بقلبه لو ترك الأعمال ما عليه، لو ترك الأعمال ما عليه من أهل الجنة. وأخذوا بالآيات التي فيها أن من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأخذوا بهذا. نقول لا، الإيمان ما هو مجرد التصديق بالقلب، الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، مجموع القرآن مجموع الآيات. أما أننا نأخذ آية ونترك الآية الأخرى فهذا لا، ليس من طريق الراسخين في العلم. فإذا ذكرت آيات الوعد اذكر آيات الوعيد، ما تأخذ آيات الوعد فقط وتترك آيات الوعيد، تجمع هذا وهذا فتكون بين الخوف والرجاء. أما أنك تأخذ آيات الرجاء فقط تترك آيات الخوف هذه طريقة أهل الزيغ وهي طريقة المرجئة. والخوارج أخذوا والمعتزلة أخذوا بالطرف الآخر، أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الوعد. أما الراسخون في العلم فجمعوا بين آيات الوعد وآيات الوعيد، هذه الطريقة الناجحة. نعم. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تفسيره يعني، ابتغاء الفتنة وابتغاء تفسير القرآن. نعم. وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، العلماء يقولون الوقف إما أن يكون على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو يكون على والراسخون في العلم. فإن أريد بالتأويل، إن أريد بالتأويل ما يؤول إليه الأمر في المستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله، وإن أريد بالتأويل التفسير فهذا يعلمه الراسخون في العلم. فأنت تقرأ الآية هكذا وما يعلم تأويله إلا الله، تقف إذا كان التأويل المراد به ما يؤول إليه الأمر في المستقبل، المستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا أريد بالتأويل التفسير فتقف على والراسخون في العلم، فتقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون ذلك وهو التفسير، تفسير ما يعلمه إلا العلماء، ما يعلمه العوام والمتعالمين، وما يعلمه إلا أهل العلم الثابتين في العلم. نعم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، يأخذون المتشابهات ويتركون المحكمات، فأولئك الذين سمى الله، الذين في قلوبهم زيغ، فاحذروهم، فاحذروا هؤلاء الذين يأخذون بطرف من القرآن ويتركون الطرف الآخر. نعم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين
يضرب لك مثال بطريقة أهل الزيغ وطريقة الراسخين في العلم بالاستدلال بالقرآن. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. فهذا يدل عندهم عند أهل الزيغ على أن الأولياء ينفعون ويضرون ويعطون من سألهم، لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يأخذون الآية كذا أن الأولياء تجوز عبادتهم، يجوز طلب الحوائج منهم، لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. أو إن الشفاعة حق. نعم، وأن الشفاعة حق، وأنا أطلب من الأولياء الشفاعة. نقول نعم، الشفاعة حق، لكن ما تطلب إلا من الله. الشفاعة حق لكنها ملك لله. نعم. أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله. لا شك إن الأنبياء لهم جاه عند الله، يقولون نحن نسأل بجاههم لأن لهم جاه. نقول نعم، لهم جاه عند الله. قال تعالى وكان عند الله وجيها، يعني موسى عليه السلام، وقال في عيسى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ونبينا صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله. لكن لا يجوز لنا أن نسأل الله بجاههم، لأن هذا لم يرد في القرآن ولا في السنة أننا نسأل بجاه أحد. نعم. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله. نعم، يذكر بعض الأحاديث التي ظاهرها أنه حجة له، وفي الواقع أنه ما هي حجة له، بل هي حجة عليه. نعم. وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله تعالى ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، هذه شبهتهم، يقولون نحن نعلم أنهم ما يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون شيء، ولكن إنهم مجرد وسائط نتخذهم بيننا وبين الله. نقول لهم وين الدليل، وين الدليل على أن الله جل وعلا لا يدعى إلا بواسطة أو بجاه أحد؟ أعطونا دليل أنك تدعو الله بجاه فلان أو بحق فلان. ما في دليل، ما عندهم دليل، إلا أن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول لك الشفاعة حق، وأنا أطلب منهم الشفاعة. نقول نعم، الشفاعة حق، لكن ما تطلب من الأموات. ما في دليل على أن الشفاعة تطلب من الأموات، وإنما الشفاعة تطلب من الله جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ويقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة لله، لا بد يأذن بها، ما هم تطلبها من ميت. نعم. وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. هذا العامي اللي ما يعرف يرد عليهم، يقول لهم أنا أجزم بأن كلام الله لا يتناقض، أنا أجزم بأن كلام الله لا يتناقض، وإنما يفسر بعضه بعضا. نعم. ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد. وهو مجمل، هذا مجمل بإمكان العام أنه يجاوب فيه. يقول أنا أيها المشبه ما أعرف شن تقول، لكن أنا أرجع إلى أصل، وهو أن كلام الله لا يتناقض، وكلام الرسول لا يخالف كلام الله، وليس في كلام الله وكلام رسوله أننا نطلب من الميت شيء. ما في دليل واضح، وحتى ولا موضوع ولا حديث موضوع، ما في،
إن الميت يطلب منه شيء، وإنما هذا يطلب من الحي القادر. أما الميت ما تطلب منه طعام ولا تطلب منه شراب ولا تطلب منه يساعدك لأنه ميت. أما الحي يمكن تطلب منه طعام أو شراب أو أنه يساعدك، في فرق بين الحي والميت. فاللي يسوي بين الحي والميت هذا مكابر. فالعام يعرف هذا، ما يحتاج يتعلم، يعرف هذا، يعرف أنه لا إن هناك فرق بين الحي والميت. أنت لو تطلب من واحد حي يساعدك أو تاجر يساعد، هذا ما هو بصحيح؟ صحيح. لكن لو تطلب من ميت تقول أنا فقير عطن تصدق علي وهو ميت في القبر، هل أحد يقر هذا الشيء؟ ولا المجانين، حتى المجانين ما يروحون للقبور الآن ولا لا؟ المجانين ما يروحون للقبور وهم مجانين، وهؤلاء عقلاء يروحون للقبور لأن عقولهم والعياذ بالله منتكسة، ولا يفرقون بين الحي والميت وبين القادر والعاجز، ما يفرقون بين هذا وهذا إلا حجة أنهم أولياء. نعم هم أولياء، هم أولياء، ولكن الأولياء ما بيديهم شيء، الأمر لله سبحانه وتعالى. ترد عليهم بهذا الجواب ولو لم تكن متعلما، هذا كل يعرفه واضح. تقول يا فلان ما يستوي الحي والميت، الله جل وعلا يقول ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ما يستوون. أن تقول إنهم سواء، أنا أقول لا ما هم سواء، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. نعم. ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. أي نعم، لا يفهمه إلا إنسان عنده فطرة سليمة وعنده عقلية. هذا جواب واضح جدا. تقول له الميت ما يطلب منه شيء لأنه عاجز ولا يسمع من دعاه، وهو في عالم آخر، أنت في الدنيا وهو في الآخرة، أنت في عالم وهو في عالم آخر، فكيف تذهب إلى إنسان ميت ما يسمع دعاك، ولو سمع ما يستطيع يجيبك لأنه ما يملك شيء، عاجز مأسور، فكيف تسوي بينه وبين الحي الذي يمشي ويتحرك ويملك ويقدر؟ هذا الشيء الفطرة تنكره، لكن هؤلاء خربت فطرهم وانتكست عقولهم، أصاروا يسوون بين المتناقضات. نعم. فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الحجة العظيمة لا يلقاها إلا الذين صبروا، هذه الحجة الواضحة اللي كل يستطيعها العامي والمتعلم، لكن أكثر الناس بلها، عندهم بله ما يتنبهون لهذا. وإلا أبسط شيء تقول للقبور تعال تعال، هل الميت يملك شيء؟ هل عنده مال؟ هل عنده طعام؟ هل عنده شراب؟ هل هو يسمعك؟ أنت تشوفه وتراه؟ يقول لا. تقول له هو مثل الحي اللي تشوفه وتجلس معه وتطلب منه، عنده أموال وعنده أرصدة وعنده ويستطيع يعطيك، يقول لك لا ما يستوون. تقول إذا لماذا أنت سويت بينهم؟ تخصمه بهذا الكلام وترد عليه بهذا الكلام. نعم. مثل ما ذكرت لكم من قصة العامي مع المشرك، المشرك يقول أحياء عند ربهم يرزقون، قال له العامي هل قال يرزقون ولا قال يرزقون؟ قال يرزقون. يعني إذا ما أنا أطلب من اللي يرزقهم، ما أطلب منهم هم. يعني جواب بسيط واضح. نعم. واحد قال الواحد من أهل السنة، واحد من المعتزلة قال الواحد من أهل السنة ماذا تقول لربك يوم القيامة إذا قال لك من أين أخذت أنني أتكلم؟ قال أنت يا ربي الآن تتكلم. أقول له أنت يا ربي الآن تتكلم، فخصمه بسهولة. نعم.